تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل محبة. صباح السعادة، صباح الوطن، صباح ذكرى الشهداء، صباح التمني بأن تكون البلاد في خير حال، صباح السرور وصباح السلام. ربنا يجيب السلام ويجبر الخاطر. صباحكم محبة وصباحكم ويام. كيف أخباركم كلكم؟ إن شاء الله طيبين. ألتقيكم في لايف بدري يعني على غير العادة، إلا يكون في حدث مهم أو حدث عظيم حتى بنطلع يعني لايف زي الوقت ده. في العادة في الفترة المسائية دايما. مرحب زول تاني في أول تعليق، مرحب بك كثير، مرحب الطيب محمد، مرحب. الصوت واصل يا جماعة، الصوت واصل، الصوت لو واصل نبهونا. مرحب مرحب الطيب محمد، مرحب بك. وأهلا عبد الله بخيت، وأهلا محمد عادل، وأقادير بشير. طبعا دي المدينة المغربية أقادير مش كده، لكن هنا نقول أغادير. مرحب بك، مرحب أبو أحمد، أبو سارة أهل البيت. خالد مرحب بك كثير، وعبد الله شندي، والريح دفع الله، ود المهدي، شرف محمد، حيدر إسماعيل. دي الناس اللي بيحلقوا تحت يا جماعة. أواب حبيب، منعم عمر، سعود السنوسي، كمال جو، كذلك محمد أو مهند عادل. جمعة مباركة عليكم جميعا معاشر السادة الكرام، السادة الأفاتارات. ويوم الجمعة دائما مرتبط ب يعني زي ما بقولوا روحانيات. زمان كان القدامى من الفراعنة كانوا بقولوا السبت يوم مكر وخديعة، بيقولوا السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم للرزق، ويوم الاثنين يوم مبارك ويقال يوم فل الحديد، والثلاثاء يوم حرب ودم، والأربعاء يوم نحس مستمر، والخميس يوم خطب وزواج، والجمعة يوم دخول على الأمراء. ففي واحد سوداني سمع الكلام ده قال يوم السبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى، الاثنين مولد الرسول، الثلاث يوم إداري، الأربع لحمة ماف، الخميس قصير، الجمعة عيد المسلمين. غايتو ربنا يدي العافية. مرحب محمد عبد الله يا شباب. مرحب بكم كلكم الناس اللي في التعليقات الآن، أهلا وسهلا ومرحب بكم. طيب يا جماعة، باختصار شديد ما دارين نطول اللايف. اللايف ده أنا عامله عشانكم أنتو الناس اللي قاعدين تشاهدوا في اللايف ده، كويس. اللايف ده انا عامله من اجلكم انتو. اي زول معجب بالصفحة دي او اي زول يعني متابع الصفحة، كل المتابعين والمعجبين بالصفحة يا خنا احييكم تحية كبيرة جدا. والصفحة يعني بفضل الله بتبلغ 100,000، ويا اخواننا الصفحة دي يعني عمرها شهور في الاستخدام بتاع اللايفات السياسية. الصفحة دي أصلا رياضية، أنا من 2013 عملتها. يعني حتى البراجع صور الغلاف بلقى صور قديمة جدا 2013، واللقطات كانت يعني قديمة زي ما بقولوا من بطولة الكويت والدوحة وقبلها وبعدها وكده. فالصفحة دي كان الحساب هو الشغال اللي هو دمروه ناس الحرية والتغيير، كويس، بالردم، واستعانوا بالكيزان وكلام كتير. بعد ذاك بقيت أشتغل اللايفات عبر الصفحة دي. الصفحة دي أصلا رياضية زي ما قلت لكم، ما قدرت أغيرها يعني من اسم
ده مين اسمه المعلق يعني، دي المهنة الأصل يعني، لكن داير أغير الاسم مثلا أحمد الضي بشارة، فهمت؟ عادي كده، لكن للأسف يعني ما قدرت لها تماما. فالحاجة اللي أنا دايركم توصلوها يعني لكل المتابعين ولكل الأصدقاء، أنا حبيت أخصص لكم اللايف ده بالذات محبة وسلاما وتقديرا كبيرا واحتراما. الصفحة دي يا جماعة أنا لما بديت بها قبل شهور وهي كانت 23,000 ومتابعينها لا يتخطوا 30,000، كويس؟ 23,000 ومتابعينها ما بيتخطوا 30,000، كويس؟ الحمد لله الآن الصفحة 100,000 هنا المعجبين، والمتابعين 278 أو 279,000، كويس؟ 279,000 ديل المتابعين و100,000 ديل المعجبين. الرسالة اللي أنا داير أقولها بشكركم شكر كريم، شكر من سويداء القلب وشكر من صميم الفؤاد، شكر وتحية وسلام واحترام ليكم كلكم الناس الفاتحين البث، معجبي ومتابعي الصفحة اللي هي باسم المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة. حبيت إنه أوصل لكم رسالة خالص امتناني وودي لكم، وحقيقة الصفحة ازدهرت واستنارت وزي ما بقولوا بلغت مدى بعيد جدا، والحمد لله حاولوا يكمموا أفواهنا ما قدروا، كويس؟ وحنظل نقول كلمة الحق، وأنا حتابع التعليقات إن شاء الله بقدر الإمكان في اللايف ده، مع إنه سريع وصباح بدري ما في ناس كتار، لكن داير أقول لكم إن شاء الله تاني حيكون توجهنا في الساعات الجاية، وإلى 30 يونيو إن شاء الله حيكون 30 يونيو وحيكون موضوع العالقين. وأنا بعتذر جدا، امبارح المفترض أعمل لايف لكن لظروف يعلمها الله وكده وصداع تقيل والله ما قدرت أعمله، كويس؟ وضربوا لي ناس يعني في الحتة دي كتير جدا، وفي اللي تواصل في بريد الصفحة وكده، وفي اللي بيقول لك لايفك بيجي لنا زي القهوة، وفي الآخر يقول لك زي الشاي على أي حال. شكرا يا أخي، شكرا كريما لكم، ده من أصلكم إن شاء الله. تاني يعني حنتناول أكتر شيء قضايا 30 يونيو، المطالب والتوقعات ليوم 30 يونيو وتقديرات استجابة الشعب، ونحن مجموعة من الشباب يمكن في غرف مستقلة متعددة عبر الماسنجر عبر الواتساب، كويس؟ الناس متواجدة على شكل جروبات وبتسأل وبتدرس وبتتناقش وبتفكر يعني بتخاطر في اللينا 30 يونيو وموضوع العالقين. وبالله يا جماعة رجاء أن العالقين يظهروا لنا هنا، دير الموضوع إن شاء الله حيكون عليهم توجه الأيام الجاية بإذن الله، ولأنه عودناكم الوضوح بنديكم الخطوط اللي حنمشي فيها اليومين دول. انا هتابع التعليقات ان شاء الله. اذا في زول بيشوف في موضوع إيه؟ في موضوع نسيناه طبعا يا جماعه، غادي يجي زول يقول لي يا احمد الضي يا اخي الغلا او السوق، الغلا والسوق مرتبطات بيوم 30 يونيو، هم ذاتهم من مطالب 30 يونيو، ولما نقول دايرين حل الحكومه دي مش القصد منها اجهاض الثوره، لا، تصحيح الثوره ذاتها في المكان الصحيح، لما يكون الناس قالت حكومة كفاءات مستقلة وديل جو قلبوا عليك محاصصات حزبية، معناها حادت حكومة الثورة، كويس؟ حسب قولهم عن الطريق، كويس؟ فعموما ده الحاصل، كويس؟ ده الحاصل حتشوفوه في الساعات الجاية. لو في زول شايف في موضوع ثالث نردفه ممكن اكتبوا لنا في خلال او في تعليق. انا زي ما قلت ما داير اطول، وشايفه مشت 9 دقائق، كويس؟ ما دايرين نقول كثيره، كويس؟ ما كثيره عليكم، لكن زي ما قلت وبعيد وبكرر للناس الجو الان، كويس؟ للناس الجو الان والبدو يشيروا ويتفاعلوا ديل، بقول لكم يا اخي الصفحه فيها يعني الان بتبلغ، كويس؟ بتبلغ ال 100,000 معجب، ويعني ال 279,000 متابع. الوردة البيضاء بتقول نحبك في الله، كويس؟
كويس، بتقول نحبك في الله، الرجاء منك توجه كلامك للحكومة وتنظر في مواضيع الأسعار، تعبنا خلاص. ألف شكر أستاذ الوردة البيضاء، حقيقة أنا أحبكم جميعا في الله تعالى، ومحبتي لكم هي اللي خلتني أطلع لايف. أشكركم على التفاعل في الصفحة وعلى إيصال الرسالة دائما وأبدا. الكلام نحن موجهينه للحكومة، والأسعار المرتفعة الشديدة دي هي جزء ذاته من المطالب بتاع 30 يونيو. الأسعار ما في رقابة، ما في ضبط، أسعار ماشية نار الله الموقدة، إسبيرات بقت ما في. تمشي دار تشتري سلعة تموينية، دار تشتري لك مواد استهلاكية ساي، أمشي شوف سعرها كم، أمشي شوف سعر الآن السوق والبقالة والدكان، أمشي شوف الحياة دي وصلت السماء كيف. المواطن ما حيقدر يعيش في جو زي ده. 30 يونيو ضبط الأسعار ومراقبة الحكومة وإرجاع الأسعار. الليلة الزول اللي كان بيبيع عليك اللي بيستورد لك صلصة اللي بيبيع عليك كان بخمسين جنيه مثلا العلبة، الليلة ممكن يبيع عليك ب150 ب200 جنيه، يقول لك الحظر، ما في دي البضاعة المخزنة بس مرقناها، فبيبدأ ممكن يتهنى ويتمنى في الناس. الأسعار، الأكل والشراب، العلاج اللي بقى معدوم ذاته بقروشك ما في، بالإضافة ل اسمه شنو؟ بالإضافة للجاز اللي هو موضوع الوقود. صباح الخير يا بطل، صباح النور استاذ محمد عبد الله، انت البطل. صالح الغزالي يقول شكرا، الله يحييك. نصر الدين بيقول صباح الخير، صباح النور. نايف صديق بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور والجل نار. ابو محمد بيقول منور يا راكي، استسلم استاذ ابو محمد. ابو ميسره قال نحن في الخارج دارين نرجع السودان. اي نعم استاذ ابو ميسره. سليمان انت واحد من الحالقين، رد الله غربتكم ومد لكم يد الاعانه، كويس. خليك معانا في اللايفات، واي زول يا جماعه من الحالقين يظهر لنا في اللايف ده وفي كل لايف يلقاه ويذكر بقضيته، يطالب بقضيته خلاص. يلا الناس، يعني على قله العدد الان والناس نايمه زي ما قلتها، كويس يا جماعة. أنا لما ذكرتكم الآن بأنه الصفحة دي الآن أكملت 100,000 متابع، اللي هي في شهور بسيطة، ما عمرها 10 سنة ولا 5 سنة ولا 3 سنة، وإنها تمت الآن 279,000 متابع. أنا دار أذكركم أنه بفضل الله ثم جهودكم أنتوا الناس اللي رفعتوا الآن مستوى الصفحة بفضل الله تعالى، كويس. الحاجة اللي عايزينها منكم الآن، كويس، الساعات الجاية يا جماعة كتروا معانا التفاعلات تماما، شيراتكم على ملصغاتكم على غيركم، كتروا الساعات الجاية إن شاء الله، مواضيعنا مهمة جدا. الساعات الجاية 30 يونيو، الساعات الجاية موضوع العالقين، حاضر أستاذ عثمان عيسى إن شاء الله خليها في اللايف بتاع بعدين بإذن الله، ما في مشكلة. في ناس بيذكروني بفك الحظر، كويس، مرحب بكم، بيذكروني بفك الحظر انه ياخذ من المواضيع الضروريه. غازي بيقول لي متابعينك من نيويورك، تحياتي لك ولنيويورك واهلها. مرحب وليد قال جمعه مباركه. فاروق بيقول دم الشهيد ده من اوائل المطالب، ما في تراجع. عبد السلام حسين بيقول صباح الخير، صباح النور. الهادي مصطفى بيقول صباح الخير ايضا، صباح النور. بل عبد المولى بيقول حباب ود الضي، انا بقول لك حباب ود عبد المولى، كويس. طيب ليكم التحية والتقدير. فزي ما إنكم رفعتوا يا جماعة من الصفحة، زي ما إنكم رفعتوا من أسهم الصفحة، زي ما رفعتوا من درجة المتابعة والمشاهدة، يعني تفاعلاتكم يا أخواننا في الصفحة دي هي اللي خلت اللايفات توصل 200، توصل 300، توصل 150,000، توصل 100,000، توصل كده. ده تفاعلكم ده وحضوركم الكريم، عشان كده لما نقول لكم شكرا هي مارقة من القلب. انت بتقول شكرا لأي زول، انا بقول شكرا لأي زول متابع الصفحة دي، شكرا لكل زول معجب. 100,000 المعجبين شكرا لكم، 279,000 اللي هم متابعين بقول لكم شكرا لكم كثير. وجهزوا نفسكم وأربطوا الأحزمة جيدا، حنسافر عبر الثورة في الساعات الجاية، وإنا لنستنشق رياح الثورة التصحيحية، وإنا نتمنى أن نرى وطنا لا يضام،
ومواطنا لا يظلم، وأن تتحقق مطالب الثورة السلمية، ثورة ديسمبر العظيمة. كذلك أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه تتحقق العدالة ومحاكمة رموز النظام السابق وتسليمهم إلى الله هاي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه البلد تكون في رخاء، ولما كنا بنقول عقبال الخير يترادم والدنيا تمش دغرية، الخير جد يترادم على البلد. تتوقف يا جماعة الحروبات والاقتتال، يتوقف الحروبات ذات اللي بقت جوا السوق في لب السوق، والمواطن هو اللي بيدفع قيمتها وبيدفع تذكرتها. خلاص المواطن اللي هو مارق محتحت هسه ده شنو اللي انتهى ده؟ ده شنو يا جماعة اللي انتهى ده؟ ده مال حظري صح ولا الحظري ماشي ينتهي؟ كويس ماشي ينتهي، مع انهم دارين يقفلوا بيه 30 يونيو باي طريقه إن كانت، ولانه ما عندهم برنامج جاهز. على اي حال انت عندك برنامج جاهز تسقط بس، يعني قاعد تسوي شنو؟ فهمت؟ قاعد لك سنه كامله ما قادر تسوي اي شيء ولا تبدا في خطه واحده 5%. كويس الحظري ماشي ينتهي، المواطن مارق مفلس وجيوبه مدلدله في الوطن. عليكم الله ده الحاصل ولا ده ما الحاصل؟ عليك الله المواطن ما مارق بحسره، ده اللي قاعد جوا هنا في السودان مارق جيوبه دي فاضيه، وهو مارق من التعب ده لتعب اكبر اللي هو الاسعار اللي حتتزايد يومي على الله، والتعريفه بتاعت المواصلات الجايطين فيها الان كثير من ناس الشعب السوداني دي ما حتجيف على كده، ودي ما الاسعار الحقيقيه، الشغله دي زايده جدا. الناس الغشوا الناس قفلوهم بموضوع الكورونا، ضخموه يعني هو موجود بحيز بسيط لكن ضخموه وبقوا يكذبوا في الروايات وفي الاعداد. وانا اتوقع الساعات الجايه قد يقول لك في 1000 اصابه، في 2000، في 5000 جديده، ده كله عشان تخاف انت عشان ما تنفك يوم 30 يونيو، وعشان انت زادك ما تفكر في انك تطالب بحقوقك. خلاص ويقول لك انت كسرت الحظر وانت عينه هنا الكارثه. الحظري ده ماشي ينتهي خلاص. كويس الحظري ده حينتهي. الزول دخل الحظري ده وعنده 2 مليار في بيته الان لا يملك منها جنيه، ما بالك بزول الحظري ده له 4 شهور 3 شهور هو عنده 500 جنيه، هو عنده 1000 جنيه، عنده 5000، عنده 2000، عنده 1500. كويس ومارق على غلاء وعلى اسعار اصعب من كده. تقول لي دي ما تكون من مطالب 30 يونيو؟ تقول لي دي ما تكون من المطالب بتاعت الثوره التصحيحيه؟ ايها الساده رياح الثوره التصحيحيه قد هبت، أيها السادة التغيير سنة كونية، حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة على الأقل تمنع يعني عن الشعب هذا الصراع السياسي الأيديولوجي، صراع أقصى اليمين وأقصى اليسار الذي يدفع المواطن الآن أبخس، يدفع المواطن أغلى وأبهض الأثمان. لذلك نريد حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعمل على وضع برنامج ذا أو في إطار يعني محدد بسرعة تلحق به السوق ده الآن، تلحق به العالقين. ونحن بنتكلم الآن وبنشكر فيكم على إنكم تميتوا 100,000 من المعجبين في الصفحة و 279,000 متابع، وده بفضل الله ثم تفاعلكم وحضوركم. بنقول لكم يا أخواننا من الآن، وأنا والله ما عملت اللايف ده عشان زول يقول لي شكرا لك إنت أو يرد لي الشكر، لا أبدا، الصفحة دي عامة وملتقاكم، لكن من الآن خلاص من الآن خليكم جاهزين وشدوا الوثاق زي بيقولوا وتشبثوا بالأعنة جيدا واسرجوا الخيول فإن الطريق طويل. ومن الآن خلونا جاهزين من الليلة، خلونا جاهزين الصفحة دي تاني نار منقد إن شاء الله. الساعات الجاية ليوم 30 يونيو وموضوع العالقين من الآن إن شاء الله، وزايد المواضيع الطارئة لكن التركيز الأصلي بمشيئة الله. شكرا لكم، شكرا لكل متابع، شكرا لكل معجب، إن شاء الله لغاية بعدين نعمل لايف تاني إن ربنا طال في الأعمار. اللايف ده عشانكم أنتوا، عشانك أنت وعشانك أنت الداخل السودان وخارج السودان اللي دايرين فرصة تتراسلوا معنا في الخاص وتلقونا مشغولين العفو شديد. بنقول لك اللايف ده هدية لك، واللايف ده هدية ليكي داخل السودان والخارج السودان. بس جهزوا تفاعلاتكم مع اللايفات والمناشير الجاية، خلونا إن شاء الله بإذن الله بلايفاتنا نهز الأرض وتصل الرسالة في كل مكان. شيراتكم، مشاركاتكم اللي هي ملصقاتكم، تفاعلاتكم كلها خلوها جاهزة. شكرا لكم يا شباب، شكرا لكم، بيكم اتشرف وأزدان وأزدهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لغاية بعدين إن شاء الله بإذن الله.